أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم تواصل دوت كوم. لدينا لهذا العدد ثلاثة عناوين تسلط الضوء على المعاناة المستمرة لأهلنا في عموم العراق. في البداية دعونا نلقي معا نظرة على عناوين التواصل لهذا اليوم. في العنوان الأول: مترشحون للانتخابات القادمة وأحزاب مختلفة يقدمون الملابس الداخلية كشكل من أشكال الدعاية. في العنوان الثاني نذهب إلى محافظات عدة وفيها غرق الشوارع بمياه الأمطار بسبب سوء الخدمات وانهيار البنى التحتية. والختام سيكون مع التحالفات الانتخابية العابرة للطائفية شكلا والتي تكرسها في المضمون. أهلا بكم. البداية في موضوع الدعاية الانتخابية مع هذا المقطع وجمهرة لعدد من المواطنين. تعالوا نرى معا ما الذي وزع عليهم في مناطق مختلفة في العراق. اي والله سجل ليش حتى يقول للعالم نصحهم ايش قاعد يوزعون هاي اقدام منين جابوا هاي ما ادري من الراتب مالته جابها المالكين قايس هاي ببلاش وبلاش لقد وزعوا عليهم ملابس داخلية. لم يبقى شكل من أشكال الدعاية إلا أن يوزع المرشحون ملابس داخلية على المواطنين. ذات الأمر كرره تيار الحكمة للأسف وقام بتوزيع ملابس داخلية هو الآخر. تعالوا نشاهد معا هذا المقطع قبل أن ننتقل إلى دعاية أخرى ولكن من نوع آخر. نتابع. مرشح عن حركة إرادة بالديوانية يفرش السبيس في منطقة ما، وعند رفض الأهالي انتخابه قام برفع السبيس من الشوارع. نشاهد ولنا عودة. وصل لهذا الشارع، قالوا لهذا الشارع هذا حد انتخاب نجي شال السبيس، نجي شاله كله رفعه. شال من الشارع، شوف شلون رفعه؟ كله جا رفع من الشارع هذا. هذا الشارع قال احنا ما نحلف لك يمين اجي شاله. شوف شلون جا هذا كل الشارع رفعه. لا داعي للاستغراب. الان نذهب واياكم مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر وابداع الدعايه بشكل اجباري. في مدارس النازحين بكردستان العراق المدرسون اجبروا على ترديد القسم انهم سينتخبون مدير تربيه الانبار نافع حسين. شاهدوا المقطع القادم ولاحظوا كيف أن الناس لا يرددون وراء من يلقنهم القسم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. وبشرفنا الكريم. المتحدث يريد من المدرسين أن يقسموا مكرهين. وفي ظل الحديث عن الدعاية الانتخابية ظل أن أذكر المرشح الكريم بواقع مستشفى الفيحاء في البصرة وكيف يعاني العراقيون هناك. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في مستشفى الفيحاء، شوفوا قاعدين بالقاع ننتظر الفحص. لحد الآن ما طالع هذا الفحص، مات السكر. هذا الفيديو سويته، ليش العالم قاعد هنا منتظر؟ يعني معقولة ماكو كراسي واحد يقعد عليها ينتظر حاله حال أوادم؟ معقولة أنت يا مدير صحة البصرة رياض عبد الأمير ما عندك
تجيب لك كم مصطبه تخليها هنا والعالم قاعد يشوف العالم شلون مطبقه ليش؟ زين انتم الان انسان مستغرب، اتمنى من المرشحين الان بعد هي الدعايه ما انتهت، شو يصير لو تشتروا لكم مصطبات وتخلون الناس تخلون العالم قاعده عليها تنتظر العلاج مالتها؟ صعبه لو مستحيله؟ الله يخليك عيني، صعبه. البوستر واحد اللي مسوينه سعره 1,000,000 دينار، لو تجيبون كراسي 50 كرسي هنا للطوارئ مالت الفيحاء اشرف وافضل من البوسترات اللي طاحت وطيحها الهواء. يعني منتظرين احنا هنا مثل المجاده معقوله؟ يعني لو نروح للمستشفى الاهلي لو هاي مصيبتنا، ما حد يدري بهذا الوضع طبعا. ليش؟ لان يعني اكيد المحافظ قبل يروح المستشفى الموسوي لو يروح لبنان، ورئيس المجلس نفس الشيء، ومدير الصحه يروح لبنان بس راسه يوجعه، يبقى الفقير هنا ينتظر حاله حاله العالم قاعد تروح منا ومنا تنتظر التحاليل مالتها. يا ابو وين انتظر؟ اقعد بالقاع نانا بالقاع. شو يصير لو تجيبون مجموعه من الكراسي؟ يا اخي كراسي نايلون، كراسي مال عرس شنو قيمه الواحد و5,000 دينار؟ اشتروهن اي حرامي اي سراق اي ما تستحق. الآن إلى موضوع آخر. الأمطار الغزيرة التي ملأت البلاد طولا وعرضا كشفت مدى سوء الخدمات وتقصير الحكومة الحالية وإهمال البلديات المسؤولة. البداية ستكون مع سيول في وادي حجلان بناحية الحقلانية التابعة لحديثة. جانب آخر من سيول وادي حجلان نشاهده معا الآن. يقول العراق إلى الله المشتكى. الآن إلى مياه الصرف الصحي التي طفت في قضاء الإحسينية شمال بغداد. يعني هسه احنا هاي المجاري سويناها، هذا المي شنو فايدته؟ عند المجاري مسويها بالإحسينية، الإحسينية أصلاً ما تصير لها شارة، هاي وحدة. اثنين، المجاري هسه مطفين المضخات المن، يعني ترضونها هذا الشارع كله فاض مال شارع 20. القبال اسد الله الغالب لحد الان، ليش شنو ذنبنا احنا هسه بهالليالي جهالنا طالعه وهذا المي طاب جوا للبيت؟ شوف المايات هاي بالبيت، شوفوا وجهالنا بالشوارع. صور اخرى من قضاء الإحسانية ايضا تكشف الاهمال الحكومي وعدم الاهتمام بالظروف البيئه الخدميه في عموم العراق، وفضحته غزاره الامطار. نتابع الان معا. الآن نشاهد انهيار عدد من المباني في كراج بلد في الكاظمية ببغداد. أمان من والله ما أدري. ليس بسبب الأمطار بل لتقصير الحكومة بحسب مواطنين. نشاهد الآن صورا لسقوط برج اتصالات في منطقة الحرية الثانية في بغداد أيضا.
نذهب وإياكم الآن مشاهدينا الكرام إلى جولة في منطقة السعدون، وهذه الجولة ستبين لكم غرق شوارعها بسبب الأمطار وانهيار البنية التحتية. الآن شارع السعدون والفيضانات مستمرة في بغداد، مثل ما تشوفون الآن بغداد شارع السعدون طبعاً مطرت قليل، حتى الساعة بالستة وواحد واربعين دقيقة. شوفوا الشباب، هل يشوفون العراقيين يعني يدرون أكو أمطار، غير لازم يتحضرون، يحضرون معداتهم بعد ما يطلع على المحلات. صعد سقطونه، دمرونه. شو تقول الأمينة بغداد؟ شو تقول الأمينة بغداد؟ أي والله، تعال من نار يا حجي. السلام عليكم، شو تقول الأمينة بغداد؟ شوفوا بغداد غرقانة، باع المي يطب على المحلات وعلى المباني. زين، حي الله. الجولة القادمة في سوق الشورجة، وتبين غرق شوارع السوق بسبب الأمطار أيضا، ولكن السبب الرئيس هو انهيار البنية التحتية هناك. أيضا الشورجة غرقانة، ما شاء الله والحمد لله. منطقة الشورجة الآن غرقانة، ومثل ما تشوفون بنيتها غرق. طبعا هي الشورجة مقابل أمانة بغداد. وينها بتعلوش؟ وينها بتعلوش؟ نعم، طلع عليها وعلى حزب الدعوة. وبسبب انهيار البنى التحتية وتواصل الإهمال الحكومي، مياه الأمطار تسببت بغرق الأنفاق، ومواطنون أرجعوا الأسباب إلى ملفات الفساد المتعلقة بمشاريع أمانة بغداد. عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نفق باب المعظم غرق أخوان، شوفوا سيارات طمست بيه. هاي خمس دقائق مطرت نفق باب المعظم. ختام خبر مياه الأمطار التي كشفت إهمال المسؤولين في العراق، وفيه نعرض عليكم ما فعلته الأمطار بصور مرشحين كانت معلقة في منطقة باب المعظم. صورة راح توقع، راح توقع السياج كله. ربما إذا شاهد المرشحون مثل هذه الصور يتحركون من أجل إغاثة تلك المناطق، ليس فقط حباً بأهلها ولكن حفاظاً على صورهم من التلف. إلى موضوع آخر، ماذا عن الطائفية في التكتلات المرشحة للانتخابات القادمة؟ المقطع القادم كفيل بتبيان الإجابة، نشاهد معاً. Thank you.
قبل الذهاب إلى التعليقات في فقرة آراءكم، نذهب إلى قرار صادر عن مكتب وزير الداخلية، والقرار رسمي وصادر عن مكتب وزير الداخلية الحالي. القرار طبعاً الذي سيظهر أمامكم الآن يقضي بلزوم تطبيق حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق الفريق الركن مهدي صبيح هاشم الغراوي، بعد اتهام الحكومة الحالية له بالخيانة وأنه سبب تسليم الموصل إلى تنظيم الدولة حين كان قائداً لعمليات نينوى آنذاك. الآن نذهب وإياكم إلى قراءة في التعليقات. في التعليق الأول على هذا الموضوع، شفق تكتب: معقولة يتحمل سقوط الموصل هذا الرجل وحده، وبين المالكي والنجيفي وقنبر والقيادات اللي باعت الموصل ولا زالت بسدة الحكم؟ أسفي عليك يا عراق، بقيت بيد الحثالات. شفق هنا تريد أن تقول إن المتهم الأساسي ما زال طليقا، بينما لربما المتهم الثانوي هذا إذا كان متهما هذا الرجل هو الذي سينفذ به الحكم كما أوضح هذا القرار، أما من تسبب بسقوط الموصل فهو حر طليق. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي نقرأ ما كتبه إسلام الهالكي، كما كتب يقصد المالكي طبعا: هو المسؤول الأول باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بوقتها، وما أتوقع هذا الضابط انسحب من عنده بدون أوامر. إسلام يريد أن يقول إن المالكي هو الذي يجب أن يحاسب وليس هذا الرجل الذي كان يعمل تحت إمرة المالكي في ذلك الحين. إلى تعليق ثالث في هذا الموضوع، مسلم يكتب: إذا يدرون بمدى مدان ليش ما خلوا تحت الإقامة الجبرية؟ بابا هذا ضحك على ذقون، لأن ماكو فاسد وخائن عوقب بالعراق العظيم. مسلم يقول: إذا هذا الرجل فعلا منذ يعني فترة طويلة وأنتم كنتم تعلمون أنه مثلا هو المتسبب بسقوط الموصل، لماذا لم تتحفظوا عليه في أوقات سابقة؟ هكذا يقول هذا الشاب. إلى تعليق ثاني. في التعليق الثاني أو التالي، عماد يكتب: هذا كبش فداء ضحوا به قياداته حتى الناس تسكت عن الفاسدين اللي سلموا نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار. ليش هو مو مرتبط بوزارة؟ الوزارة مو مرتبطة برئيس وزراء، قائد عام للقوات المسلحة. عماد أيضا يريد أن يؤكد على أن هذا الرجل ما هو إلا بيدق وما هو إلا كبش فداء، وهناك آخرون ما زالوا طلقاء هم الذين تسببوا بنكبة العراق ككل وليس الموصل فحسب. إلى التعليق الأخير الآن في هذه القضية، حسين الجنبي يكتب: نطالب بإعلان مجريات التحقيق بشكل كامل أولا، ومن ثم ومن الأشخاص الذين تم استجوابهم ثانيا، ومن هم أعضاء لجنة التحقيق ثالثا، وما هو دور سلسلة المراتب التي هي أعلى وأدنى من الغراوي؟ أسئلة تحتاج توضيح. فعلا يا حسين الجنبي، أسئلة برسم الإجابة، ولكن أين من يجيب عليها للأسف؟ الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال ال 24 ساعة الأخيرة مشاهدينا الكرام هو هاشتاغ إيران تتلاعب بانتخابات العراق. حسناً، دعونا نذهب وإياكم إلى قراءة في أبرز التغريدات التي انتقيناها لكم على هذا الهاشتاغ إيران تتلاعب بانتخابات العراق. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه الدكتور باسل الناصري: وهل يوجد شيء بقي في العراق لم تتدخل إيران فيه؟ ولن تقوم للعراق قائمة حتى يتخلص من قيود إيران التي كبلت بها بلدنا أو كبلت بها بلدنا في جميع النواحي. الدكتور باسل يقول: لن يقوم العراق على حاله إلا إذا تخلص من إيران ومن التبعية لإيران ومن الأجندات التي تأتمر بأمر إيران. إلى التغريدة الثانية في هذا الموضوع، وكتبها أو كتبتها رندا، تقول رندا: العراق تحت السيطرة الإيرانية، ومن غير المنطقي أن تفرط في هذه السيطرة مهما حدث لخدمة أطماعها ومخططاتها الخبيثة. إيران تتلاعب بانتخابات العراق. هذه الفتاة تقول إن هناك مخططات خبيثة تقودها إيران في العراق، وإيران ليست مستعدة لأن تزهد بالعراق وتتخلى عنه، إنها تريد أن تطبق مخططاتها الدنيئة هناك تماما كما تقول رندا. إلى التغريدة الثالثة الآن في هذا الموضوع،
صالح الشمري يكتب: إيران تتلاعب في كل شيء في العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ومن أخطرها القرار السياسي، وتضع في المناصب السياسية من هو أكثر ولاء لها. إيران تتلاعب بانتخابات العراق. إذن على هذا الهاشتاج مشاهدين الكرام، يبدو أن كثيرا من العراقيين كتبوا مؤكدين بأن إيران لها أجندة في العراق، وهناك من يساعدها للأسف على تطبيق هذه الأجندة. إلى تغريدة الأخيرة في هذا الموضوع، وكتبت مذيلة بهاشتاج إيران تتلاعب بانتخابات العراق، أيضا كتبها عبد الرحمن الغيث، يقول: بصمات إيران الإجرامية شاهدة على الإجرام الإيراني في الشام والعراق واليمن. إذن الشعب يدرك الحقيقة، الشعب لا يمكن أن يسلم بتبعية لإيران حتى وإن ساعدها. للأسف نواب لها ومنوبون عنها موجودون فيك يا عراق. بعد الفاصل نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرات الأخيرة من تواصل دوت كوم والمقاطع المصورة. في المقاطع المصورة مشاهدينا الكرام، اخترنا لكم مقطع فيديو يوضح فضيحة سجن أبو غريب التي تعد كارثة إنسانية. نشاهد المقطع المصور الذي يعرض عديدا من المعلومات المتعلقة بفضيحة سجن أبو غريب، وهي عبارة عن مادة من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. نتابع معا. حقائق الكارثة الإنسانية التي حدثت في سجن أبو غريب تتكشف أكثر مع مرور الأيام، ما يؤكد أن الحق الإنساني يشير بالاتهام إلى أيادي الظلم التي انتهكت حق العراقي والعراقيين على امتداد سنوات طوال، لا يزال العراقيون يدفعون ثمنها حتى اليوم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقاً ألتقيكم على خير، إلى اللقاء.